بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، سلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بالإسلام إلى الممات. قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اتقوا الله عباد الله، واشكروه على هذه النعمة، واسألوه أن يثبتكم عليها، وذلك بعد أن تعرفوا ما هو الإسلام. فليس الإسلام بالانتساب فقط، أو بالهوية التابعية، أو البطاقة، وإنما الإسلام حقيقة شرعية، ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو تعريفه، ويتلخص بهذه الكلمات الثلاث: الاستسلام لله، أي الانقياد لله عز وجل، والانقياد له بالتوحيد. أما من لم يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك. والمشرك والمستكبر كلاهما في النار. أما من استسلم لله وحده فإنه هو المسلم حقا. وهذا معنى العبارة الثالثة، أو الكلمة الثالثة: البراءة من الشرك وأهله. وهذا هو الولاء والبراء في الإسلام، أن توالي أولياء الله وأن تتبرأ من أعداء الله، فإن هذا هو الفارق بين المسلم الحق والمتمسلم في الظاهر. فالذي لا يتبرأ من الشرك ولا يتبرأ من المشركين هذا ليس بمسلم، وإن ادعى أنه مسلم. والإسلام له أركان خمسة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان هي الأساسات والقواعد والمباني التي يقوم عليها الإسلام، وبقية الأوامر والنواهي مكملات لهذه القواعد وهذه الأركان. فالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات كله من الإسلام، منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب ومكمل. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
من سلم المسلمون من لسانه فلا يتكلم فيهم ويقدح فيهم ويؤذيهم بلسانه ويغتاب وينم، هذا عنده نقص في إسلامه. وسلموا من يده فلا يقتل ولا يضرب ولا يأخذ أموالهم بغير حق، فهذا الذي يفعل ذلك ظالم وإسلامه ناقص. فالإسلام هو ما كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل وترك كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله، ولا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه، هذا هو المسلم. هناك من يحاول الآن ويعقدون المؤتمرات والندوات ويكتبون، يحاولون التسوية بين الإسلام وبقية الأديان، ويقولون كلها أديان حق ويجب التآخي بين اليهودي والنصراني والمسلم أو حتى بين البشرية، كلهم سواء وكل له دينه، ولا برا، الناس كلهم سواء وهم أخوة في الإنسانية. وأما الأديان فكل له دينه ولا ينكر أحد على أحد. معنى هذا تذويب الإسلام ومساواته بالأديان الباطلة. هل يستوي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه اليهود عليهم لعنة الله من وما عليه اليهود من الكفر بالرسل وقتل بعض الرسل والأنبياء واستحلالهم الربا والمحرمات وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم يد الله مغلولة، هل هذا يستوي مع المسلم الموحد المؤمن بالله عز وجل؟ أو النصراني الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، هذا دين؟ الله ثالث ثلاثة هذا دين؟ هذا شرك وليس بدين، ولا جاء به أحد من الأنبياء. إن الله هو المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله، تسمعونهم في إذاعاتهم يصرحون بهذه الأقوال، يأتي من يقول لا هم إخواننا، هم أهل دين ونحن أهل دين، فنقول لا، إنه بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فكل من اتبع نبيا من الأنبياء وأطاعه وعمل بشريعته فهو مسلم في وقته، أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انحصر الإسلام فيما جاء به. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فالواجب على المسلم أن يعرف هذا الأمر وأن يثبت عليه وأن يعتقد بطلان هذه الدعاية وأن يكذبها وأن يتمسك بدينه ولا ينخدع بهذه الأقوال وهذه التضليلات. ماذا بقي عند اليهود والنصارى وقد حرفوا
حرفوا كتاب الله عز وجل وغيروه وبدلوا دينهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فلا إسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام قبل بعثة الرسول هو ما جاءت به الأنبياء، أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فالإسلام هو ما جاء به هذا الرسول، وهو مشتمل على ما جاءت به الأنبياء من قبل، كله دين حق، ولكنه نسخ ما قبله من الأديان وما فيها محرف ومغير ومبدل. فالأديان السابقة الآن إما أن تكون منسوخة بدين الإسلام ولا يجوز العمل بالمنسوخ، وإما أن تكون محرفة ومبدلة ومغيرة ليست هي ما جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يعرف هذا لئلا يزيغ في دينه وهو لا يشعر، أو يصدق هذه المقالات أو يتأثر بهذه الدعايات. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنكم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فالله حذرنا من مكيدة الكفار، وهم لا يزالون منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يزالون يريدون أن يجتثوا هذا الدين وأن يغيروه وأن يجعلوه كغيره من الأديان الجوفاء التي لم يبق لها حقيقة إلا التسمي والانتساب. ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد، فمن تمسك بدينه نجا وفاز وأفلح، ومن أطاعهم خاب وخسر وانقلب على عقبيه، ولن يضر الله شيئا، والله ناصر دينه كما قال سبحانه وتعالى وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فليحذر المسلم أن تنطلي عليه هذه الدعايات أو ينزلق معها أو يدعو إليها أو يستحسنها، فإنها حفر تحفر للمسلمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. هو الذي أرسل ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الدين منصور وباقي ولله الحمد رغم أنوفه، ولكن الخطر علينا نحن أن نتأثر بهذه الدعايات الباطلة المغرضة والتي مع الأسف يروجها قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فعلينا أن نحذر منها وأن نثبت على ديننا وأن لا تروج عندنا أبداً، بل علينا أن نكذبها، والذي عنده علم عليه أن يردها وأن يبطلها وينقض شبهاتها، فإن هذا من الجهاد في سبيل الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واكفنا شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمنافقين والمرتدين الذين يريدون أن يبدلوا دينك ويكذبوا رسولك. اللهم شتت شملهم وفرق جماعتهم وأضعف قوتهم وسلط بعضهم على بعض، سلط عليهم من هو أقوى منهم، اشغلهم بأنفسهم، كف عنا شرهم وكف عنا بأسهم وطغيانهم وعدوانهم، فإنك أشد بأساً وأشد تنكيلاً. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.